السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في اولى حلقات برنامجكم احلى باتيسخي في موسمه الثاني اللي غادي يرافقكم طيله هذا الشهر الكريم رمضان. غادي نشارك معكم وصفات اللي هي عمليه اقتصاديه سهله واهم من كل شيء بنينه، وغادي يعاونني فيها حكيم مره عندي ومره عنده. يا كنزه عشوك مبروكه علينا وعليك، وعشوك مبروكه المغاربه كاملين. كنبغي نشكر هاجر وسكينه اللي قدموا لنا وصفات رائعه العام اللي فات، وهذا العام قدموها انا وكنزه وصفات خفيفه وكنوجد دغيه وسهله باش تقاسموها مع عائلتكم ان شاء الله. حكيم ان شاء الله، وكيف كنعرفوا رمضان كيبغي العوين، اذا انا عوال عليك حكيم باش تعاوني في هذه الوصفه ديال اليوم. غنعاونك ونعاونك في الحلقات كامله ان شاء الله. ان شاء الله. بغيتي تعرف شنو نحضروا اليوم؟ انا متشوق نعرف شنو عندنا اليوم. اليوم غادي نصوبوا لي بغياش معمرين بالكونفيتور ديال الشين او الليمون. لتحضير وصفه بغيوش بالكونفيتور الليمون غادي نحتاجو 230 غرام دقيق، نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر سنيده، جوج خمارات الحلوى، جوج معالق كبار من الماء دافي، ثلاثه البيضات، 50 غرام من الزبده دايبه، كونفيتور الليمون وصفر بيضه. اذا غادي نبداو، غادي تذوب الزبده عافاك تبدا بها هي الاولى. هي غادي نضيفوها على البيض الخميره والماء دافي. واخا غادي نبداو بثلاثه ديال البيضات، غادي نزيدو عليهم الخميره، جوج معالق كبار ديال الماء دافي، والزبده ديالنا اللي دابت، ملي يدورو مزيان غنضيفو عليهم طحين، السكر والملح. غادي نخليهم يدورو مزيان لمدة 5 دقائق. لاباط ديالنا تعجنات مزيان، دابا غادي نكبوها في واحد الإناء ونخليوها تخمر نص ساعة. لاباط ديالنا خمرات مزيان، غادي نحيدو الفيلم، غادي نبركو عليها باش الهواء يخرج مزيان. دابا ناخدو الطحين ديالنا، ما نديروش بزاف ديال الطحين باش ما يجيوش مدقسين صافي. غادي نقطعو دويورات اللي غادي نكوروهم. دابا ناخذو هادو نكوروهم، نقدروا نكورو جوج في نفس الوقت. جبد لي عافاك حكيم المول. غادي نخليهم يخمروا دابا نص ساعه حتى يتضاعف الحجم ديالهم او لا يدوبل. لي بغيوش ديالنا خمروا، غادي ندهنوهم دابا بالصفر ديال البيض ونديروهم في الفران. الصفر ديال البيض كيعطيهم واحد اللون اللي هو مذهب باش كيجي واحد المنظر اللي هو احسن. غادي نحطوهم دابا في الفران لمده 10 حتى 15 دقائق في درجه الحراره 170. لي بغيوش ديالنا ها هما طابو. دابا غادي ناخذ واحد لابوش دايرين فيها لومبوط، غادي نعمروها. قلت لي عافاك حكيم نعمروها بالكونفيتور ديالنا ديال الشين. غادي نعمروها بحال شكل لاباتاشو، حاولوا نديروا واحد التخيبه. عاد نعمرو لي بغيوش ديالنا هما واجدين. دابا غادي ندوزو للتقديم النهائي.
هذا هو التخديم النهائي ديال لي بريوش ديالنا بالكونفيتور د لورانج. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها عندكم في الدار. وما تنساوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كاين في اسفل الشاشه. صحه فطوركم.